حلوين. النهارده الفيديو هيكون عن زينه رمضان، وهوريكم انا اشتريت ايه وجبت ايه، وفي حاجات طبعا من رمضان اللي فات فالحاجات دي كلها هركبها واوريها لكم. فيلا بينا نشوف انا جبت ايه دلوقتي وهوريها لكم. عامل ايه جوجو؟ مش كده يا ابني، مش كده مش كده. يلا بينا بقى نشوف انا هعمل ايه وهزين ازاي البيت، وطبعا تنظيفة رمضان قبل رمضان يعني، فان شاء الله الفيديو ده ينزل بدري ما ياخدش مني وقت. بص بقى، دي شوية حاجات كده من السنة اللي فاتت، زي المفرش ده والمفرش اللي هو ده والفانوس ده، ودي برضو بتاعت مناديل كده على شكل مبطنة على الشكل ده، حلوة جدا. وده كنا جايبينه على الاساس اللي هو بتاع صفرة وكده، واصلا يعني مناديل صفرة يعني. استنوا كده فوكس، ايوه ده. والدي ده كده يعني اعتبار ثبت، عندي اتنين منهم. والحاجات بقى الجديده اللي انا لسه جايباها امبارح، بس يا دوبك. لا انا هنا كنت عايزه ستاره كده بتاعت انوار، كنت السنه اللي فاتت معلقه ستاره، بس السنه دي علقتها في اوضتي. هوريكم طبعا الزينه بتاعت الاوضه بتاعتي كلها اللي انا برضو جددتها. الستاره دي هوريها لكم، هي دلوقتي مش باينه، هي هلال، عباره عن هلال ونجمه زي كده مثلا. بصوا انا جبت الشكل ده اللي هو هلال ونجمه، وفي منها انوار وفي منها اصفر وفي منها لون كمان ابيض، وباتنين كمان فيش. يا جماعه انا هوريكم الحوار ده، عجبني جدا وكنتش اعرفه، اللي هو لو مثلا عايزين تركبوا وصلة تانية خارجية عليها علشان تكمل، لو هتجيبوا مثلا ستارتين او حاجة. والشكل التاني هو، بس ده عجبني اكتر الهلال والنجمة. وجبت كمان دي، استنى اوريها لكم، دي برضو زينة كده وتركبها في اي حاجة في اي حتة يعني، لونها اصفر. وجبت كمان الزينة دي هوريها لكم طبعا بقى شكلها الاخير، مش عايزة اوريكم. انا دي بس اللي ركبتها، حطيتها مكانها هنا لانها من هنا عجبتني. دي بتنور لون اصفر، بس بصوا شكلها عامل ازاي بجد يعني، تفاصيلها حلوة قوي وعجبتني، وحسيتها يعني قد ايه هي رمضانية كده. وهوريكم نحطها على ايه دلوقتي. وطبعا مش عايزين ننسى الزينة بتاعت رمضان السنة اللي فاتت، اكيد انتوا شفتوها لو شفتوا الفيديو بتاع السنه اللي فاتت. وده كمان الهلال ده برضو بتاع السنه اللي فاتت، كان عجبني جدا فعلقته تاني. بصراحه انا بحب قوي الفكره دي، انا اصلا اللي عاملاها. ده كان بتاع انوار وفيها هلال كده، وانا خدت بس منها الهلال وعلقتهم بالشكل ده. فقولي رايكم ايه، فيه شكله حلو ولا لا؟ ايه يا نور الهلال اقبل تعال فالشوق طال. هو ده ما اشتريتهوش، ده برده كان عندي من السنه اللي فاتت، فكان شكله كده. هو قماش، التاني مش قماش، ده قماش كده بس شكله. قررت اعلقه في الابليك زي المره اللي فاتت. عايزه اوريكم بقى القعده اللي انا عملتها بره في البلكونه، بس صوتي مش هيكون واضح قوي لاني طبعا انتوا عارفين اللي هو دوشة العربيات وكده. بصوا ده مفرش كده، وكمان المفرش ده نفسه بالظبط حطيته للسفرة، وحطيت هنا فانوس وفرع كده اسمه ايه، فرع كده شجر، حبيت شكله هنا، وكرسيين ودي ترابيزه بس. وكمان جبت اضاءه هوريها لكم لما اركبها. بصوا كده انا علقت خلاص الانوار، طفيت النور، بس طبعا عشان احنا يعني لسه الصبح فمش باين قوي.
هبقى اوريها لكم بالليل ان شاء الله. هو كده ده شكلها هلال ونجمه، شكلها لذيذ خالص قوي، وكمان نورها في الحقيقه غير النور خالص اللي هو باين لكم في الكاميرا، يعني انا شايفاها لونها مختلف. طبعا على قدها جامد جدا عشان ما تقعش وكده. وكمان هقول لكم بقى عملت ايه الحوار ده اللي بقول لكم عليه. جبت تاني فرع تاني خالص مش ملهوش دعوه بيها ولا ليه علاقه بيها. الفرع ده بقى بصوا مشيته كده حوالين الشباك ده، بصوا بقى شكله عامل ازاي. اكيد بقى بالليل يعني هيبقى في الاضاءه هيبقى شكله مختلف تماما. اهو اصلا مش باين لكم قوي بس انا هحاول اوريه لكم. بصوا اهو ده شكله بين شويه اهو، ونزلته كده لحد الارض ودي الكورنر بتاع السجاده كده، سجاده اصلا يعني مبطنه، دي برضو جايبينها جديده. وده كتكوت صغير مشيتها برضو حوالين السجاده كده، اللي هو بحيث ان السجاده تبقى بالليل فيها ايه يعني شويه اضاءه شويه. وده كده باسكت، المفروض ان هو بيبقى باسكت غسيل وكده، بس انا حطيت فيه كل الازدالات وكل الحاجات اللي احنا بنستعملها عشان الصلاه، فدي برضو خطوه عجبتني. بقى شكله بقى عامل ازاي، بس بقى شكلها بقت حلوه خالص. انا حطيت العود ده كده، هو اصلا على فكره منور بس عشان الاضاءه وكده فمش باين قوي. بص بقى ده شكله كده. وكمان حطيت من تحت كده دي مبخره، حطيت واحده تانية زيها كده هناك، بقيت كده في مبخرتين، واللي في النص هنا كده هحط فيه فانوس او حاجه. وهنا كده حطيت دي بتاعت شوكليت كده وحطها هنا جنبها. قولوا لي ايه رايكم، انا الانوار دي عجباني، الانوار دي عجباني جدا، الستايل بتاعها حاساه كده اصلا رمضاني جدا يعني قوي. في ترابيزه هنا كده حطيت فيها اللي هو بتاع المصحف الحامل بتاعه، علشان لما نيجي نصلي محطوش في الارض الحامل بتاعه، جايبينه عشان كده. وكمان قررت احط المبخره يعني معايا، بس هي مش جنبه، هحطها في الرف اللي تحت ده. هي اصلا الترابيزه دي يعني متحركه كده يكون شكلهم، وبقى لا تطلع فوق كده تلاقوا المنظر ده. فبقى شكله حلو خالص. وده كده يعني شكل الترابيزه بقى بعد ما خلصتها. في النص هنا بيتحط مناديل، قولي رايكم ايه. انا وريتكم الحاجات دي تقريبا السنه اللي فاتت. ديكور عجبني لانه انا بصراحه الديكور عجبني لانه هادي قوي، وانا بحب الحاجه الهاديه كده. ده المفرش بتاع السفره، هو اسمه في حاجات كده لذيذه كده، فيه عجبني لونه كده بني على بيج. اني اصلا تقريبا الشقه كلها لونها بني على بيج. وده كده كنت جايباه من ايكيا، حامل كده للمناديل بالشكل ده، كان شكله لذيذ قوي. وجبت معاه اللي هو ده، بس اللون ده عجبني اكتر فتقريبا هحطه. وده كان عندي كده، بصوا انا هحط الابيض، انا هخلي الابيض زي ما هو، مش هحط لا ده ولا ده، بس هخليهم عندي برضو ان انا يعني اغير اللي هو الايه الديكور كده على طول. نفس المفرش بالظبط اللي في البلكونه وريته لكم. الفانوس اللي هناك ده كمان لو ولعت فيه شمع هيبقى الجو كمان حلو جدا. شايفين الجو دلوقتي عامل ازاي؟ ده كده يعني اخر النهار، حلو جدا. شايفين حبيت اوريها لكم قبل ما بالليل خالص يجي، لاني كده ليها منظر حاجه حلوه. الانوار دي كمان عملتها. وعايزه اختم بقى معاكم الفيديو لحد هنا. كل سنه وانتم طيبين، بحبكم قد السما. متنسوش اللايك والسبسكرايب، وتحت اكتبوا كومنت لو عجبكم الفيديو. باي حلوين.